في سياق انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر دخول القوات الروسية إلى المركز الإقليمي لمدينة خرسون جنوب أوكرانيا. نشاهد. في غضون ذلك أعلنت سلطات خاركوف سقوط 21 ضحية وأكثر من 100 مصاب جراء القصف الروسي المتواصل على المدينة. بدوره قال الجيش الأوكراني إن قوات روسية نفذت إنزالا جويا في المدينة التي تعد ثاني أكبر مدن البلاد.